معايا بقى تعالى نشوف المكونات بتاعت المشروع، وتعالى نبتديها بأعلى موقع في أعلى مكان في الموقع ككل اللي قررنا ان احنا نعمل فيه حمام السباحة ده. تعالى تفضل لو تقعد هنا كده وتشوف المنظر الطبيعي اللي موجود قدامك والمنظر المحيط حواليك. هي دي التجربة اللي الإنسان محتاجها. الناس من قطر ضغوط الحياة دلوقتي عايزة مجرد ان هي تروح في مكان ويبقى فيه نوع من الهدوء والراحة النفسية. الناس عايزة تاكل أكل لطيف، فبنقدم لهم أكل كله مكوناته من البيئة المحلية، سواء حاجات إحنا بنزرعها والحاجات اللي ما بنزرعهاش بناخدها من الأهالي اللي موجودين هنا والفلاحين اللي موجودين بيوردوا لنا بعض المنتجات. حمام السباحة ده أنت عملته إمتى؟ سنة كام؟ ده في بداية المشروع خالص، يعني ده يعني المشروع ابتدى في 2008. ده كان اختراع هنا في المنطقة طبعا. ما فيش حمامات سباحة عامة في الواحات، الناس بتلجأ إلى عيون المية. لكن الحقيقة من وجهة نظر سياحية شوية المية هنا علشان فيها نسبة حديد عالية لأنها طالعة من أعماق الأرض، فتبقى الشكل بتاعها مش شكل سياحي قوي يعني. فقلنا إن احنا نعمل فيها سنة ريحة كده وبيبقى إيه لحد ما فيها، ولازم تتغير بقى باستمرار وإلا بتسيب الرواسب وهكذا. فقلنا نعمل حمام سباحة تقليدي على أساس إن احنا ما نحاولش إن احنا نهدر أي فرصة إن احنا نعمل فندق متكامل زي الفنادق اللي الناس بتقابلها أو بتروحها في الحتة التانية، فما يعملش بقى المقارنة السوء في التجربة السياحية اللي أساسها المكان المحيط بيك في العموم. كم أوضة الطرفة؟ الطرفة 20 أوضة. وخليني أقول لك ليه 20 أوضة، لأن احنا في وقت من الأوقات الحقيقة أول ما افتتحنا يعني المكان لقى استحسان وإقبال من السوق الأوروبية في الفترة الأولى، علشان الكونسبت بتاعه أو الفكر بتاعه إنه هو ما يبقاش حاطط أثر على المقاومات البيئية المحيطة به. فكل ما زاد عدد الأوض كل ما زاد الأثر البيئي الأثر الضار على البيئة. فإذا التزمت أنت بعدد معين من الغرف لا تتعدى الـ20، أنت بتخش في تصنيفات للفنادق البيئية على مستوى العالم. إحنا كنا نرجو ننضم ليها، والحقيقة انضمينا ليها بداية من 2009 بهذا النموذج اللي احنا شايفينه حوالينا. المكونات المكملة للمشروع او الفلسفي اللي ورا المشروع، انا شايف في منطقة زراعات، هل انتوا دخلتوا على ان هو يبقى فندق بحت ولا عاملين حاجات تانية؟ والله هو متعامل على اساس ان هو يكون حالة متكاملة من انواع التنمية اللي انا كنت يعني شايف ان هو الوادي الجديد من وجهة نظر السياحة المفروض إن هي تنمى بما يعرف بنظام المحميات السياحية. منطقة معينة ولتكن منطقة ملاصقة لقرية معينة وتدي لها كل الدعم على أساس إنه هذه المنشأة هي اللي تخدم على هذا المجتمع المحيط بها، إنها توفر له فرص عمالة، إن هي توفر له حد يشتري المنتجات بتاعته، إن أنت تاخد منه ما ينتج زراعياً، إن هم يبقوا هم الموردين وهم الناس اللي بيشتغلوا معك وهم دول اللي بتنمي منهم المرشدين السياحيين. فهي فكرة يعتبرها السياحة البيئية هي مدرسة، وإحنا هنا مجتمع زراعي لا نختلف عن الوادي وادي النيل أو الصعيد، إن إحنا عندنا كل المنتجات الزراعية اللي الواحد ممكن يحتاجها إن يعمل منها قائمة طعام الناس تعجب بيها.